أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الدليل الذي يمكن اعتماده لإثبات أن الطريق الصحيح لتصحيح الروايات الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن الطريق لذلك إنما يمر من خلال المنهج الدلالي والمنهج المتني، وبتعبير آخر المنهج المضموني. ومن أهم الفوارق بين هذا المنهج وبين المنهج السندي أن المنهج الدلالي يوجد فيه تصريح من أئمة أهل البيت وهي روايات العرض، فإن روايات العرض على الكتاب من الواضح أنها ليست بصدد تصحيح النصوص من خلال المنهج السندي كما سيتضح، وإنما هي بصدد تصحيح النصوص من خلال المنهج الدلالي والمضموني. وهذا بخلافه في المنهج السندي، فإن المنهج السندي لا يوجد فيه تصريح من الأئمة. نعم أن الأعلام ببركة السيرة العقلائية استدلوا على صحة المنهج السندي، وإلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يوجد هناك روايات واضحة تقول بأن الطريق لتصحيح الرواية إنما يمر ماذا؟ نعم توجد روايات، ولكن يوجد فيها هذا التصريح الذي يوجد في المنهج الدلالي، هذا مختص بهذا المنهج. وهذه النصوص كما عرفتم فيما سبق صحيحة ومطمئن بصدورها على كلا المنهجين، على المنهج السندي لأن فيها روايات صحيحة إن لم نقل أنها ماذا؟ متواترة، كما أشرنا إلى هذا البحث فيما سبق. وعلى المنهج الدلالي أيضا لأننا عندما عرضناها على الكتاب يوجد عليها شاهد أو لا يوجد، اتضح أنه أولا ليست معارضة للكتاب، وثانيا يوجد عليها شاهد ماذا؟ شاهد من الكتاب. إذن لو صرنا إلى هذه النصوص فإنها يمكن الاعتماد عليها سواء بنينا على المنهج السندي أو بنينا على المنهج المضموني، هذه ثانيا. وثالثا أيضا ما ذكر من الموانع من اعتبار هذا الطريق وهذا المنهج اتضح أنه تام أو غير تام، من ما ذكرناه من الموانع غير واردة في المقام. إذن هذه النصوص إخواني الأعزاء صحيحة سندا، يوجد عليها شاهد من الكتاب، وهي بصدد تصحيح النصوص الروائية الواردة بأيدينا من خلال المنهج الدلالي لا من خلال المنهج ماذا؟ السندي. وهذا أيضا إذا يتذكر الإخوة نحن فيما سبق أشرنا قلنا أنه ليس بين المنهج الدلالي والمنهج السندي تباين، يعني إما هذا وإما ماذا؟ وإما هذا. نعم قد يكون بينهما عموم وخصوص ماذا؟ من وجه، يعني قد يكون صحيح سندان وغير تام من ماذا؟ مضمونا. وقد يكون تام مضمونا وليس صحيح ماذا؟ سندا. وقد يكون من حيث السند تام ومن حيث الدلالة والمضمون أيضا ماذا؟ تام. فلا يمكن أن يقال أنه يوجد بينهما تباين، إما هذا وإما ماذا؟ وإما هذا. لا، ليس الأمر كذلك. ولذا عبرنا فيما سبق أنه ليس بين المنهجين مانعة الجمع، وإنما مانعة ماذا؟ مانعة الخلو، كما أشرنا إلى هذا البحث فيما
سبق. هذه مجموعة الأمور التي طرحناها بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة مع إضافة بعض النكات. أما بحثنا لهذا اليوم، ما هي أهم النتائج المترتبة على هذا المنهج؟ النتيجة الأولى الأساسية التي لا بد أن يلتفت إليها أن هذه النصوص ليست مختصة بباب تعارض الروايات، لأن البعض حاول أن يجعل هذه النصوص مرتبطة بماذا؟ أنه إذا كان للرواية معارض عند ذلك ماذا؟ نذهب إلى المرجحات، المرجحات هي موافقة الكتاب أو مخالفة العامة ونحو ذلك، مع أنه هذه النصوص صريحة وواضحة وصحيحة في أن القضية ماذا؟ أن القضية أعم، سواء كان هناك معارض أم لم يكن هناك معارض، فلا بد من عرض ما ورد عنهم على ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب ماذا؟ فاعرضوه على كتاب ربنا. إذن عندما ننظر إلى هذه النصوص نجد أنها عامة لا تختص بباب ماذا؟ بباب التعارض. إذن جعل هذه النصوص، جعل هذا البحث في باب التعارض لعله بعد في غير محله، لأن هذه الروايات تقول لا بد من العرض على الكتاب أعم من أن يكون للرواية معارض أم لم يكن لذلك معارض. والروايات التي في هذا المجال واضحة وصريحة، أنا أشير إلى بعض هذه الروايات. في وسائل الشيعة كما أشرنا في المجلد 27 من صفحة 106 إخوان الأعزاء، هناك مجموعة من الروايات بعضها أيضا صحيحة السند. الرواية الأولى عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق قال رسول الله صلى الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. ومن الواضح سواء وجد لها معارض أم لم يوجد لها ماذا؟ معارض، فهي أعم. هاي الرواية إخوان رواية رقم 10 من الباب، يعني بعبارة أخرى باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها، مع أنه هذه الروايات أعم ماذا؟ أعم من عنوان الباب، وهي أبواب صفات القاضي. الباب التاسع باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة، الرواية العاشرة من هذا الباب. الرواية الثانية وهي رواية عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن أيوب بن راشد عن أبي عبد الله الصادق، وهي صحيحة السند، قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف. فسأعم من أن يكون له معارض أم لم يكن له ماذا؟ أم لم يكن له معارض ومخالف. الرواية الثالثة وهي الرواية الرابعة عشر من هذا الباب، وأيضا صحيحة السند، الرواية عن يحيى الحلبي عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. وكذلك إخواني الرواية الخامسة عشر من هذا الباب، الرواية عن أبي عبد الله الصادق قال: خطب النبي بمنى فقال: أيها الناس، ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله. أعم من أن يكون له معارض أم لم يكن له معارض. وكذلك الرواية الثامنة عشر من هذا الباب، الرواية طبعا مرسلة عن أبي جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا جاءكم عنا حديث فوجدتم عليه شاهدا أو شاهدين من كتاب الله إلى آخره. وكذلك الرواية 37 من هذا الباب التي أشرنا إليها فيما سبق، قال: انظروا أمرنا وما جاءكم عنا،
فإن وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به، وإن لم تجدوه موافقا فردوه. إذن هذه النتيجة الأولى، وهي من أهم النتائج، أن روايات العرض على الكتاب، إخوان الأعزاء، أن روايات العرض على الكتاب ليست مختصة بباب التعارض، بل هي شاملة لموارد التعارض والاختلاف وغير ذلك. بعبارة أخرى، بعد لا يمكن العمل بأي رواية إلا بعد عرضها ماذا؟ على كتاب الله وسنة نبيه القطعية. أما المجيء إلى كتب الحديث والاعتماد على السند والانتهاء بعد هذا خلاف هذه الروايات المتواترة الصادرة عن النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هاي النتيجة الأولى. النتيجة الثانية، هل المطلوب عرض كل الروايات الواردة عنهم سواء كانت صحيحة ومعتبرة أم لا؟ التي يعرض على كتاب الله لابد أن تكون ماذا؟ غير معتبرة. أما إذا كانت معتبرة فلا تحتاج إلى ماذا؟ فلا تحتاج إلى العرض على كتاب الله. الجواب أننا نعتقد أن في هذه النصوص تصريحات واضحة الدلالة تبين لنا أن كل النصوص لابد من عرضها على ماذا؟ على كتاب الله، سواء كانت معتبرة أم لم تكن ماذا؟ أم لم تكن معتبرة. أما الشواهد الدالة على هذه الحقيقة، الشاهد الأول الإطلاق والعموم المستفاد من هذه الأحاديث، لأنه في بعضها كل حديث، والكل من أدوات ماذا؟ أدوات العموم. في بعضها كل شيء، في بعضها كل ما جاءكم عنا، وفي بعضها إذا ورد عليكم حديث، لهذه هي الإطلاق. إذن هذه النصوص إما بالعموم وإما بالإطلاق شاملة للمعتبرة وغير ماذا؟ وغير المعتبر، إلا أن يدل دليل على التخصيص. إذا ورد عندنا دليل على التخصيص عند ذلك نقول لا، الروايات غير المعتبرة نعرضها ماذا؟ على كتاب الله سبحانه وتعالى. أما الروايات المعتبرة فلا تحتاج إلى العرض على كتاب الله. أو يدل تخصيص أن الروايات المتعارضة تعرض على كتاب الله، أما غير المتعارضة فلا، وإلى الآن لم نجد هذا المخصص في هذا المجال. هذا هو الشاهد الأول. الشاهد الثاني ما ورد التصريح به في رواية، وهي رواية ما ورد في تفسير العياشي الجزء الأول صفحة 83، الرواية عن محمد بن مسلم، هسه لابد أن ننظر إلى السند فيها. الرواية عن محمد بن مسلم قال أبو عبد الله الصادق: يا محمد، ما جاءك في رواية من بر أو فاجر، سواء كانت صحيحة أم لم تكن ماذا؟ أم لم تكن. وهذا تصريح من الإمام، بعد مو الاستناد إلى العموم أو ماذا أو الإطلاق، هذا تصريح من الإمام: من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به، وما جاءك في رواية من بر أو فاجر يخالف القرآن فلا تأخذ به. هذا هم أتينا الشاهد الثاني. الشاهد الثالث إخوان الأعزاء، هذا الشاهد، هذه الرواية الآن السند، أنا لم أحقق في السند، ولكن هذه الرواية الثالثة وهي رواية لا أقل مقبولة عمر بن حنظلة، أو على بعض المباني ماذا؟ صحيحة عمر بن حنظلة، كما أنه جملة من الأعلام ومنهم سيدنا الشهيد يصححون ماذا؟ يصححون هذه الرواية، وهي من المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة. هذه الرواية إخواني الأعزاء كما جاءت في
الأصول من الكافي الجزء الأول صفحة 68. الرواية كما أنتم تعلمون واردة في كتاب فضل العلم باب اختلاف الحديث. الرواية تقول: قلت، التفت جيدا، قلت: فإن كان الخبران عنكما، عن الباقر والصادق عليهما أفضل الصلاة والسلام، فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. إذن هذه موثوقة وهذه ماذا؟ وهذه موثوقة. الإمام ماذا يقول؟ قال: ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به. إذن المدار لا أقل في مورد تعارض الأحاديث الآن بهذا القدر، لا أقل في مورد تعارض الحديثين، منهج أهل البيت هو المنهج السندي أو المنهج المتني، ها؟ كلاهما ثقة بعد. إذن من حيث البحث السندي ماذا؟ بعد أكو إشكال أو لا يوجد إشكال؟ يقول الإمام: لا تنظر إلى البحث السندي، انظر إلى ماذا؟ انظر إلى البحث الدلالي والمضموني والمتني، فخذ به إن وافق. فخذ به يعني من حيث السند؟ لا لا، فخذ به من حيث المضمون، سواء كان السند ثقة أم لم يكن ماذا؟ ثقة. وأنا لا أعتقد أن للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام منهجان، في الانفراد منهج وفي التعارض ماذا؟ منهج آخر. أصلا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بقرينة الروايات السابقة، لأنه كانت عندنا شواهد متعددة. إذن المنهج العام ماذا؟ المنهج العام هو هذا. نعم، فرض السائل مرتبط بفرض التعارض، لا أن الإمام يريد أن يجعل المنهج الدلالي مختصا بفرض تعارض ماذا؟ بفرض تعارض الروايات. هذا هماتينا الشاهد الثالث. الشاهد الرابع وهو شاهد من خلال قاعدة تعرف الأشياء بأضدادها، أن الأئمة، التفتوا جيدا إلى هذه النقطة، أن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في موارد ضعف الرواية سندا لا يقولون لها إذن فهي ماذا؟ ساقطة، وإنما يأمرون بأنه إما إرجاع علمها إليهم وإما التبين. سؤال: إذا كان المدار على المنهج السندي، فبمجرد أن الطريق ضعيف لا بد ماذا؟ أن يرمى به عرض الجدار، مع أن الأئمة يقبلون ذلك أو لا يقبلون ذلك. خب، لماذا لا يقبلون ذلك؟ هم يبينون، يقولون: لعل هذا الذي نقله إليكم وإن كان سنده ضعيفا، إلا أنه حق صدر ماذا؟ صدر منا وإلينا. إذن فمن رد عليهم فقد رد ماذا؟ خب، هذا ينسجم مع أي منهج؟ مع المنهج السندي أو مع المنهج المتني؟ ها؟ لا أتصور أن أحدا يستطيع أن يجرؤ يقول أن هذا مرتبط بالمنهج السندي. أساسا القرآن قبل ذلك أشار إلى هذه الحقيقة. انظروا إلى قوله تعالى: إذا جاءكم فاسق بنبأ. وشنو؟ ليش نتبه؟ فاسق مولانا، والمنهج السندي شي يقول مولانا، معتبر أو غير معتبر؟ ليش نتبه؟ شنو الحاجة إلى التبه؟ الرواية ساقطة ماذا؟ سندا. وإذا سقطت سند بعد نحتاج أن نتبين؟ الإمام القرآن يقول: لا، صحيح فاسق، ولكنه لعل الفاسق أيضا قد يصدق. من قال لكم أن الفاسق يكذب ماذا؟ 100%. من أين جئتم بها القاعدة؟ فتبينوا أن تصيبوا قوما، لعله صادق اعملوا به، لم يكن صادق لا تعملوا. ولكنه لا تعملوا من مولى من باب الفسق، بل من باب ماذا؟
عدم صحة مضمون ما أخبر به. أما على مستوى الروايات، هذا على مستوى النص القرآني، أنا أحاول شوي ألخص البحث لعله حتى نلملم البحث 3-4 أيام لأنه بعد ذلك تعطيل. أما على مستوى الروايات الواردة في هذا المجال فأنا لا أقل، صار عندي وقت روايتين أستخرج. الرواية الأولى واردة في كتاب البحار المجلد الثاني صفحة 187، وهي الرواية 16 من كتاب العلم إخوان الأعزاء، باب أن حديثهم صعب مستصعب وأن كلامهم ذو وجوه كثيرة، يعني الباب 26 من كتاب العلم الحديث 16. الرواية عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: لا تكذبوا بحديث أتاكم مرجئي ولا قدري ولا خارجي. هذه من أوضح مصاديق ماذا الروايات شنو؟ الضعيفة السند. يعني نحن لو كنا نحن والمنهج السندي بمجرد أن جاءنا من خارجي ماذا؟ لا بد من إسقاطه، مع أن الإمام سلام الله عليه يقول: لا تكذبوه إذا نسبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق فتكذب الله عز وجل فوق عرشه. أنا ما أتصور بعد وضوح أو أكو تصريح أوضح من هذا النص، أن المدار على ماذا؟ المدار على ما قيل على هذا الكلام، أنه صحيح أو ليس ماذا؟ أو ليس صحيح. إخواني الأعزاء، افتحوا لي قوس، أنا من أقول افتحوا لي قوس يعني فائدة ملاحظة تستفيدون منها. إخواني الأعزاء، هاي الملاحظة اطمئنوا الآن، إحنا مولانا كثير من النصوص الواردة في نهج البلاغة لو كنا نحن والمنهج السندي مولانا مشاكل عندنا في النصوص الواردة في نهج البلاغة. فالطريق أكو لمحاكمة النصوص الواردة في نهج البلاغة هو ماذا؟ هو المنهج الدلالي. وإلا أنتم انظروا إلى المواقع، انظروا إلى استدلالات الطرف الآخر بماذا دي يستدل؟ دي يستدل بنهج البلاغة. فإذا لم يكن عندكم المنهج الدلالي، وإلا قد تكون بعض هذه النصوص أيضا من حيث السند ماذا؟ تامة السند، معتبرة ماذا؟ معتبرة السند. افتحوا أعينكم، هاي القضية هواي خطيرة خصوصا في مثل هذه الأيام. هاي الرواية الأولى إخواني الأعزاء. الرواية الثانية واردة في البحار المجلد 25 صفحة 365، يعني بعبارة أخرى كتاب الإمامة، الباب 13، باب غرائب أفعالهم وأحوالهم ووجوب التسليم لهم. الرواية هذه عن الحذاء، الرواية ظاهرا سندها سلابود، ولا عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن أحب أصحابي إلي أفقههم وأورعهم وأكتمهم لحديثنا، التفتوا جيدا، وإن أسوأهم عندي حالا وأمقتهم إلي الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يحتمله قلبه واشمأز منه جحده وأكفر من دان به. انظروا أن الإمام دي يجعل المدار على التحقيق السندي، ودي يجعل المدار على التحقيق المضموني. يقول: ويروى عنا، مو فلم يطمئن بصدوره ماذا عنا، فلم ينظر في السند أنه صدر عنا أو ماذا، لم ينظر، وإنما ذهب إلى ماذا؟ إلى أنه يحتمله قلبه أو لا يحتمل، اشمأز منه أو لم يشمئز. يقول: إذا اشمأز منه أو لم يحتمله عقله وفهمه، هذا اللي الآن متداول مع الأسف الشديد بين بعض المثقفين وأصحاب القلم، اللي يقول: والله عقلي شنو لا يستطيع أن يقبل هذا المعنى، لا يستطيع أن يقبل هو هذا المعنى. يقول: وأكفر من دان به، التفت إلى الحديث،
ولا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا ماذا؟ وإلينا أسند، فيكون بذلك خارجا من ديننا، من طريقتنا، من اعتقاداتنا. والرواية واضحة الدلالة أنها تجعل المدار ماذا؟ تجعل المدار على هذا البعد، يعني أن كل رواية وردت ينبغي عرضها، ما ينبغي أن نقف فقط عند السند نقول أنها ساقطة وماذا ونسقطها عن الاعتبار. لا، كل رواية أولا لا بد من عرضها على ماذا؟ على كتاب الله، سواء جاءت من موالي أو جاءت من غير موالي، سواء جاءت من محب أو جاءت من خارجي، سواء جاءت من قدري أو من غير قدري، سواء جاءت من مرجئي أو من غير مرجئي. هم افتح لقوس إخواني الأعزاء، عد هذه بعد عملية الاجتهاد هو يصير معقدة بعد، ما يكفي فقط تراجع كتب الحديث شنو ها عندنا، لابد كل ما ورد من تراث حديثي لابد من مراجعته، وإلا لعل هناك مضامين صحيحة وردت ماذا من طرقنا لم تصح، ولكن من طرقهم ماذا من طرقهم وردت، ما يقول صحت، طبعا وردت صحيحة أيضا، لا يهمني الصحة عندهم، ولكن وردت منهم، وعندما نعرضها على كتاب ربنا نجدها يوجد عليها شاهد أو لا يوجد، يوجد عليها يقبل أو لا يقبل، كما كالرواية الضعيفة عندنا. يعني ما الفرق أن الرواية وردت في البحار وضعيفة وعرضناها على كتاب ربنا تقبل أو لا تقبل على هذا الأساس؟ نعم تقبل. وافترضها أيضا رواية ضعيفة وردت في كتب القوم، في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في مسند أحمد، في إلى غيره، هذا فضلا إذا كانت صحيحة على مبانيهم، هذه تعطي نقطة إضافية لابد ماذا من بحث هذه المسائل، سواء كنا في باب العقائد إخواني الأعزاء أو كنا في باب الفروع. فلا على هذا المنهج، فلا يكون الفحص تاما وكاملا إلا بالإحاطة بكل تراث المسلمين، سواء كانوا موافقين أو مخالفين ماذا أو مخالفين. لا يقول لي واحد سيدنا هذا معناه أنت باب الاجتهاد تريد الستة علينا، بعبارة تريد تقطع خبزتنا سيدنا. الجواب إخواني الأعزاء في العلوم الأخرى مولانا والله بالله لا أحد قال تقطعون خبزتنا، ولا قالوا تريدون تغلقون باب الاجتهاد. فديوم مولانا الشخص الواحد كان يمكن أن يكون طبيبا في عشرة موارد، والآن تجدون في العضو الواحد يوجد 5 تخصصات. هذه طبيعة عمق العلوم، طبيعة ماذا توسع العلوم، طبيعة توسع المعرفة الإنسان، هذه طبيعة. ولا ما هو التوجيه الذي تستطيعون أن توجهوه أن العدة في الأصول ينكتب كتاب واحد أو كتابين في زمان الشيخ الطوسي ويصير أصولي ويصير إمام في الأصوليين، ولكن في زمان يريدنا 95 سنة مولانا حتى يصير أصولي، لا أقل يريدنا 30 سنة في الحوزات حتى يصير أصولي، لا أقل يريدنا 20 سنة في الحوزات حتى يصير أصولي. بعبارة أخرى، ذاك الأصول الذي كان في زمان الشيخ الطوسي لو اطلع أصلا واحد حفظ عدة الطوسي، حفظ المعارج للحلي، يصير أصولي لو ما يصير أصولي؟ في ذاك الزمان كان يصير أصولي، عالم أصولي، إمام أصولي، لكن في زماننا جن هو في المرحلة الثانية أو الثالثة من علم الأصول. لماذا مولانا؟ باعتبار هذا العمق الذي حصل في هذه العلوم بطبيعة الحال يأخذ وقتا أكثر ومساحة أوسع. في باب الاجتهاد أيضا كذلك، المباني إذا تغيرت تغير عملية ماذا؟ تغير عملية الاجتهاد. ولذا احنا سمينا ابحاثنا مفاتيح عملية الاجتهاد الفقهي، هذه واحدة من اهم المفاتيح المرتبطة بعلم الرجال. هسه احنا بحثنا وين بدأنا اذا يتذكروا الاخوة؟ بحثنا في تأثير الزمان والمكان في موضوعات الحكم الشرعي، ولكن هذه تأثير المباني الرجالية في عملية الاجتهاد الفقهي. اذا انت في الرتبة السابقة اخي العزيز أيها الفاضل، أيها المحقق، أيها العالم، أيها المجتهد، لابد تعين في الرتبة السابقة مبناك منهج سندي لو منهج ماذا؟ منهج دي.
الدلالي. هذه قضية مهمة وأساسية. جيد، بناء على هذا الذي قلناه إخواني الأعزاء، هسه لماذا أن مجرد صحة السند أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لم يعتمدوا عليه؟ يعني ما هي العلة بحسب فهمي؟ لأنه احنا نعتقد أن أهل البيت اعتمدوا المنهج، ماذا؟ المنهج الدلالي والمتني والمضموني، وهذا بلا أن يتنافى مع المنهج ماذا؟ السندي بالذي بيناه. المدار على ماذا؟ على المنهج الدلالي. لماذا إخوان الأعزاء؟ في الواقع أنا أعتقد أن هناك عدة عوامل أساسية تؤدي بنا إلى أن نلتزم هذا المنهج دون المنهج ماذا؟ دون المنهج السندي. أنا الآن فقط أستعرضها بشكل عام إخوان الأعزاء، بشكل يعني فتوى نقاط، وبعد ذلك بحسب الوقت الذي يسع إن شاء الله، ويسعها إن شاء الله جميعا، لأنه ده أختصر البحث. إخواني الأعزاء، النقطة الأولى التي لها أثر مهم في هذا المجال هو تقطيع الروايات، لأنه في كثير من الأحيان الروايات قطعت عندنا، فالسند تام ولكن المضمون لو كانت معه ما قبل وما بعد كان يعطينا معنى، ولكن لأنه الرواية الآن قطعت يعطينا ماذا؟ معنى. إذن فقط تصحيح السند يوصلنا إلى أن هذا المضمون بهذا الذي نفهمه صادر أو لا يوصلنا؟ لا يوصلنا. لماذا؟ لأنه ضاعت هذه القرائن المحيطة بهذا النص. فإذا أعيد الجملة، إذا فقط أن المتكلم ثقة لا يقول لنا بالضرورة أن هذا هو المعنى الذي يريده الإمام. لماذا؟ لأن الإمام صدر كلامه في مجموعة كاملة من الكلام، وهذا الإنسان ماذا فعل؟ لسبب أو لآخر، وخصوصا إذا كانت إخواني الأعزاء القرائن ما هي؟ ارتكازية، عقلائية، وخصوصا إذا كان حتى أربط ببحثنا، خصوصا إذا كانت القراءة مرتبطة بالزمان والمكان، يعني الظروف المحيطة ماذا؟ بالنص. إذا جردت فإن النص يعطي معنى، إذا أخذت فإن النص يعطي ماذا؟ معنى آخر. فأنا من أين أعرف أن هذا النص يراد به مع الزمان والمكان أو مجردا عن الزمان والمكان؟ هذا لابد عرضه من القرآن، أن هذا المضمون الذي فهمته وإن كان من سند صحيح تام أو غيره تام. هذه القضية الأولى. القضية الثانية إخواني الأعزاء بنحو الإجمال أيضا، قضية تقطيع ماذا؟ ها؟ الرواية، مو فقط ضياع القرائن، تقطيع ماذا؟ الرواية. وهذا ما فعله جملة من الأعلام الموجودة الآن كتبهم بأيدينا، أن رواية واحدة كانت طبعا بشكل أو بآخر، هذا أيضا يرجع إلى ماذا؟ إلى تضييع القرائن، ولكن هو عنوان مستقل وهو تقطيع. شنو؟ تقطيع الرواية. فإن تقطيع الروايات أضاع علينا المضمون الأصلي. الرواية أن يأتي هذا الحكم أو هذا البحث العقدي في ذيل هذا، أضرب لك مثال خلي أقرب ذهنك إلى المطلب. إخواني الأعزاء، عندنا فد بحث أساسي، من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ما هو المراد من شنو؟ ها؟ المولى. وتدرون أكو بحث مفصل أن المراد من المولى يعني النصرة، أن المراد من المولى يعني المحبة، أن المراد من المس إلى آخره إلى آخر. ولكن إذا علمنا في الأعم الأغلب أن في حديث الغدير قبل حديث الغدير يوجد حديث ماذا؟ حديث الثقلين، حديث الخليفتين بتعبيري. يعني شنو؟ بعد مو محبة، لأنه ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. إذن مو قضية محبة. إذن حديث الثقلين، حديث الخليفتين يعطي بيان المراد ماذا؟ من الولي والمولى في هذه الأحاديث.
مو محبة وإنما ماذا؟ التمسك الآخذ. ما معنى قوله تعالى ما آتاكم الرسول شنو؟ يعني شنو فخذوه؟ يعني فحبوه لو فتمسكوا به واتبعوه، يا معنى هذا معنى الآخذ. ما إن تمسكتم، ما إن أخذتم. أصلا أخذ بعد ما يمكن أن يفسر بمعنى المحبة. إذن حديث الثقلين قرينة يصير على المراد ماذا؟ حتى لو فرضنا أنه لا توجد في حديث الغدير من كنت أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، حتى لو فرضنا هذا النص ما موجود، فقط موجود أنا ولي كل مؤمن، أنت ولي كل مؤمن بعدي، وقد يقول الولي بمعنى ماذا؟ بمعنى المحبة. الجواب نقول لا، حديث الثقلين يقول الولاية هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الإمامة، بمعنى الاتباع، بمعنى الخلافة. هو إذا فصلت انت ذن الحديثة ها؟ هذا يعطي فد معنى، ذاكم يعطي ماذا؟ معنى آخر. هذا تقطيع الروايات إخواني سوانا مشاكل عجيبة وغريبة في العقائد ووين؟ وفي الفقه أيضا. سيد الشهيد رحمة الله، إذا الإخوة يردون يراجعون هسه في تقرات السيد الهاشمي المجلد السابع إخوان الأعزاء، يقول طبعا يكون في علمكم سيد الشهيد يذكر هذه الأمور في باب التعارض، سبب وقوع التعارض في الأدلة. أنا في نظري لا، ها نفس هذه الأدلة سبب ماذا؟ ها سبب أنها لماذا لا يمكن الاعتماد على المنهج المتني. سيد الشهيد هذه يذكرها في تحت عنوان كيف نشأ التعارض في الأدلة الشرعية. هذا الذي ذكر ليس فقط بسبب نشوء، صار سببا لنشوء التعارض، بل في اعتقادي هذه العوامل سبب لعدم الإمكان الاستناد على المنهج ماذا؟ المنهج المتني. يقول ضياع القرائن، ويتذكر الإخوة في أبحاث عندنا وقت مولانا، ويتذكر الإخوة في الأبحاث السابقة الرواية هذه، الرواية في رواية الحسين بن أبي العلاء أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل للرجل من مال والده أو ولده؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. فقلت له قول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، فقال إنما جاء أبي بأبيه إلى النبي فقال يا رسول الله هذا أبي ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه علي وعلى نفسه، فقال النبي أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ فقد حاول الإمام أن ينبه في هذه الرواية أن الحديث المنقول عن النبي قد جرد عن ماذا؟ عن سياقه، فأعطى معنى ماذا؟ معنى آخر، مع أنه بحث أخلاقي لا حكم ماذا؟ لا حكم فقهي وشرعي. هذا من أين جاء؟ يقول جاء من ضياع القرائن، وإلا لو كانت القرائن محفوظة لما وقع السائل في هذا الإشكال. بل المجلد السابع صفحة مولانا صفحة 30. البحث الآخر الذي لا بد أن يشار إليه وهي مشكلة عويصة إخوان الأعزاء والأساتذة الفضلاء، هي مشكلة مولانا التصرف بالمعنى والنقل ماذا؟ بالمعنى. والله بالله الناقل هواية ثقة، مو هواية ثقة أصلا في أعلى درجات العليين، ولكنه كان يعرف اللغة العربية لو ما يعرف اللغة العربية، وما يعرف اللغة العربية، فمن ينقل لك الرواية إخوان الأعزاء ينقل الرواية وهو لا يتقن اللغة العربية، أنت تتصور شلون راح ينقل لك إياها يعني؟ ها؟ هو ينقل بما فهمه. وتقول لي والله الناقل مولانا والله تصلي انت وراه لانه يصلي صلاة الليل، اقول بابا والله ما عندي شك، انا ادري عادل بل اعدل مني واوثق ماذا؟ واوثق مني، ولكن هذا المضمون مدى ينسجم مع ماذا؟ مع مباني اهل البيت عليهم افضل الصلاة والسلام. ومسألة النقل بالمعنى اخواني الاعزاء
لعله 90% من الروايات الموجودة غير المتواترة هي منقولة إلينا ماذا؟ ما منقولة إلينا بالمعنى. فما هو الطريق لتصحيح مثل هذه الروايات المنقولة إلينا بالمعنى؟ شنو الطريق؟ الطريق سند؟ ممكن هذا؟ ولذا السيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مسألة التصرف يقول: ولهذا يقال أن روايات عمار الصاباطي معروفة بالتشويش. لماذا معروفة بالتشويش؟ عمار الصاباطي مو ثقة؟ لا والله ثقة في أعلى درجات الوثوق، ولكن لأن عمار الصاباطي لم يكن يجيد النقل والتصرف في النصوص لقصور ثقافته اللغوية. إذا تبين في علم الرجال عندما نريد نذهب إلى واحد ونتعرف عليه، أول لابد نعرف أنه هذا عربي مو عربي، يعرف القواعد، يعرف الفاعل من المفعول، ما يعرف من أذني. ولكن أنا وأنت شنسه مولانا، هذا قال رواية وناقلها بالمعنى، هذا قال رواية ناقلها بالمعنى، والتعارض من مسوي لي؟ ها الإمام مسوي التعارض له، هذول مسوين التعارض. هذا واحد، الإمام مسوي إشكالية في المضمون له، هو مسوي إشكالية بالمضمون. ها هذا بنقله بفهمه مسوي لي إشكالية في المضمون. أكو وقت مولانا؟ جيد. إذن واضح إلى هنا الأمر. هذا العنصر، يا عنصر صار هذا العنصر الثالث، وهي قضية النقل بالمعنى. بس هناك عناصر أخرى موجودة، أنا صوتي بعده أبي سعد، والحمد لله رب العالمين. يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. يا رب خير المرسلين، سلم على نوح الأمين. والمصطفى والمرتضى، غيث الورى ليث العلي. والمصطفى والمرتضى، غيث الورى ليث العلي. والبضعة الطور التي باتت على القلب الحزين، باتت على القلب الحزين.